ايه ده يا شاكر؟ خد رجليك يا اخي تحت المكتب. خد عايزك تحضر رجلي تشوف علي بالي بكره. ايه دي؟ قضية ايه؟ يوه قضية الحيوان ياها. لا يا عم اتحلى. فيها مبدأ قانوني جديد هيعجبك جدا. أنا كاتب مذكرة ومجهز كل حاجة. لا يا عم أنا مش غاوي القضايا المدني المعقدة دي. إيه ده؟ إند جيم. سامويل بيكت. لسه الراجل المتشائم ده مأثر عليك؟ ده مش متشائم يا احمد، ده واقعي جدا. الراجل بيقول ان الحياه عبث وكلام فارغ، لانها في النهايه ايه؟ ضياع وموت. يعني عايشين علشان نموت. الموت مصير كل انسان يا شاكر. المصير المجهول. ايه فايده مليون جنيه في ايدك يختفهم في لحظه وغصب عنك؟ تصرفيهم يا اخي لغايه ما يضيعوا. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، وعمل لاخرتك كانك تموت غدا. المشكلة في كأنه دي. المشكلة في الإيمان. إذا كنت مؤمن يبقى مفيش مشكلة. أنا مؤمن إني عايش. ليه؟ معرفش. ومؤمن إني هموت. ليه؟ معرفش. دي فلسفة إنسان مش مؤمن. الإيمان إن إحنا نعيش حياتنا، وكل واحد يحاول يحقق أمله. وبعد ما يحقق أمله، دايماً في أمل جديد يا أخي. إحنا عايشين في عصر العلم بيخلق فيه للإنسان كل يوم فرصة جديدة للسعادة. العلم هيخلي حياتنا جنة، لكن لازم نشتغل يا شاكر عشان نتمتع بيها. هي دي أزمة الإنسان المعاصر اللي كشفها بيكت. كل إنسان متصور إنه عايش وإن حياته بتتطور إلى أحسن. في الواقع هو بيقدم نفسه هدية للموت، للضياع. أزمة الإنسان المعاصر يا شاكر إن الحياة بتفرض عليه العمل ليل نهار عشان يعيشها، عشان أيامه في المستقبل تبقى أجمل وأسهل. مفيش حاجة من غير تمن. مفيش وقت فراغ نضيعه. بعدين في المستقبل الوضع هيتغير، وهتبقى أزمة الإنسان إزاي يقضي وقت فراغه. أحلام جميلة زي أحلام الطور اللي مغميين عينيه ورابطينه في الساية، عمال يلف ويدور ويلف ويدور لغاية ما يدوخ ويقع. تبقى خدوها يا أحمد. تفتكر كده؟ أنا عارف إن إحنا مش هنتفق أبدا، وأنا عارف إنك عشان خاطري هتحضر قضية الحيوان بكرة. أنا هحضرها احتراما للحيوان شخصيا اللي بنذبحه ناكله ونقول على نفسنا بني آدمين. بنلم على بكرة.